في يوم من الأيام جاني اتصال استغاثة من ابن أخت، يا خال الحقني أنا طايح عند المستشفى ولا راضيني يدخلوني. ففوجئت أن شركة التأمين حاطة عدم موافقة على علاج الرجال. الرجال رحت أنا والحمد لله تيسرت الأمور، وافقت التأمين على علاجه وإلى آخره. شاهد في الموضوع وصل أنه الرجال حالته متطورة جداً، وعملية تتكلف 500,000 ريال، والتأمين بكرة ينتهي، وحالته ما يعلم فيها إلا الله، وماسك فيني. ف يعني اتجهت لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يسر هالأمر وسخر لي اللي مثلكم وشرواكم، لعل الله يمشي أمور هذا الرجال. ما في إلا دكتور واحد في الوطن العربي من 7 هو اللي يقدر يسوي هذه العملية، وفي مستشفى معين في الرياض. سبحان الله وصلت الرقم تلفون الدكتور، قال لي خلص جيب أوراق للمستشفى بشكل نظامي وإن شاء الله تيسر الأمور. تيسرت أمور هالمريض والنقل على المستشفى وصارت العملية والحمد لله. راحت الأيام وجت الأيام، توفى الرجال. توفى الرجال يوم، وكان يوم جمعة، وأنا كنت سبحان الله أقول للجماعة يا جماعة لا اليوم لا أحد يروح، كان يوم خميس، قلت اليوم لا أحد يروح، ما أدري عندي إحساس ما أنا مرتاح إنه هالرجال اليوم الله سبحانه وتعالى يمكن ما أدري، لكن خليكم قريبين. فعلا توفى بدخول ليلة الجمعة الساعة 3 الفجر. تيسرت الأمور، رحنا للمقبرة نبي ندفن، وإحنا بالثلاجة ما سمعت إلا استغاثة من عن بعد، دخيلك يا أبو ريان أبي أهلي، زوجة الرجال ومن بلد عربي، والجائحة ما حد يقدر لا يسافر ولا يروح ولا يجي، وإحنا في يوم جمعة، يا بنت الحلال وكلي الله، يوم الأحد إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر الأمور ويسخر اللي وولاة الأمر والجهات المعنية ما راح تقصر. فعلا تيسرت الأمور وراحت الحرمة مع الأيتام لأهلها، ويجيك الكلام اللي يضيق الصدر وتحطه ورا ظهرك. يجي حادث الواحد من الجماعة دهسته سيارة قبل رمضان ب3 أيام من عيال عمي، واللي دهسه من الجالية الهندية سايق عند رجال شرواكم داعية وإمام جامع اسمه أبو سليمة. الداعية هذا خارج المملكة في برنامج دعوة، والهندي تم إلقاء القبض عليه على أنه تسبب في وفاة إزهاق نفس. الشاهد في الموضوع هنا في المملكة العربية السعودية من نعم الله سبحانه وتعالى أن الحق ما أخوذ، كل واحد يأخذ حقه ما فيها يعني. طالعوا على النسبة، حطوا النسبة، اعتمدوا كل حاجة. الهندي في التوقيف، الهندي تفكيره يا جماعة أن أي واحد يموت هذا بيقصور رأسه وعايش في رعب. فجيت على العسكري سألت وش الرجال، قال هندي، قلت أقدر أشوفه وأسلم عليه، قال لي ما في مشكلة، قلت الله يجزاك خير. فجيت على الهندي لقيته في حالة رعب، طيبت خاطره وسلمت عليه وكذا. الكفيل ما هو في السعودية، الكفيل مسافر، ولا أدري ولا عندي تفاصيل. إلين عقب 5 رمضان اتصل علي، جاني تلفون قبل التراويح، سلام عليكم السلام أبو ريان حياك الله، قال معاك أبو سليمان أبي أجي أعزيك وأسلم عليك. قلت الله يحييك، أنا ما أعرف أنه هذا الرجال كفيل السواق الهندي. يشهد الله أنه كلمني قبل العشاء وجاني بعد العشاء بربع ساعة. المفاجأة أنه جايب شخص، هذا الشخص يعرفني ولا يدري هو على من جاي. جلسنا سلم، قلت هذا أمر الله قضاء وقدر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت أنا ما أقبل إلا بتجي بيكون نقوم بواجب ويكون معاك مثل ما يقول جماعتك. قال خلاص تم. بعد 3 أيام وافق الرجال جو. شاهد في الموضوع لما صاروا على الدرج، قال معي السواق يبي يعزيكم يبي يسلم عليك، الهندي من عندي في المجلس أخو الرجال اللي اندهس ولد عم، لكن أنا يمكن أقدر أتحكم في نفسي وكذا. يمكن الرجال شاهد في الموضوع، قلت له عطنا الرجال السواق خلوا عندنا
وتفضل انت ولي معاك على المجلس وبيجيكم الرجال. قلت ابد هذا ولدنا. قال تم. في ضيوف وجالسين، انا الحديث يجر بعضه، الرجال جايني ضيف وخاف اني ادخل السواق وتحصل مشكله، وهذه احنا عرب ما تصلح الامور هذه ولا نرضاها ولا نقبلها. تقلب المواجهه والله. المهم ارسلت الرجال كان لابس لبس الشغل، فارسلت اثنين من العيال قلت تروحون تاخذون ثوب وشماغ وعقال للرجال الهندي وتجيبونه تلبسونه وتجيبونه. وراحوا ولبسوه ربع ساعه ثلث ساعه جم العيال. فطنت على حاجه قلت للعيال اعطوني بشت لهلي لم خالف، قلت اعطوني بشت. فجابوا لي البشت. قلت يا جماعه انا ترى بدخل الرجال، دخلت سلام عليكم السلام، ترى هذا اخونا فلان الفلان من الهند رجال مسلم وقدر الله وشاء حليه حادث سير، وبالتالي هو مبتلي وحنا مبتلي، والرجال جاي يسلم ويعزي واحنا اللي يجينا نقوم بوجهه ويجلس في صدر المجلس. فعلا سلم الرجال، قوم جاء يجلس مع كفيله اللي هو ابو سليمان والجماعه اللي معاه، فقلت مكانك في الصدر. فقبل لا يجلس قلت له هذا البشت بشت العرب اللي هو بشت الجيرة، أنت الآن في حمايتنا زي ما يقولون. استأنس الهندي فدعا أبو سليمان والجماعة اللي موجودين الله يجزاكم ويجزاهم خير. بعد ما طلع الهندي يحب راس الكثير، يوم تقول يا شيخ سامي تقول صحيح. الرجال عامل الرجال في نفس المعاملة صحيح. فالرجال ماسك يحب في راس ابو سليمان، يقول له يا ابن الحلال انت وش فيك وش صار عليك؟ قال له يا اخي هذا اللي لبسني وكذا انا كنت خايف من شيء، ولما جيت وشفت المعامله واللبس والكذا انت السبب. يقول له انت السبب الكفيل في هذا اللي قاعد يحصل معي. فسبحان الله من هالمواقف هذه جلست موضوع على الشاطي روح يا ابو رياض، ما اقدر اروح ولا ارجع، ودارت كل الافكار في راسي على سبحان الله الظروف الصعبه اللي تمر فيها والكلام اللي يجرحك وكيف تعدي من الازمات وكيف وكيف. فخلال 48 ساعه جالس ما اقدر لا اروح ولا اجيب مكان على البحر، فاقول انا والليل، انا والليل واوراقي وحبري، أنا والليل وأوراقي وحبري، أراقب مع سكون الليل قمرة شهيد الليل، لا هاتي وصبري وقلبي من العنا مكوي بجمرة، يداري هالحشا وضلوع صدري لعله بالصبر من داه يبرى، ولحد عن ونين الذيب يدري عليل القلب، ولا هات خطرة وفيض الدمع عالوجنات يجري غدا شلال، والوجنات مجرى وسال الدمع معها حبار فكري وحير، شلون افك الخط واقرا عيون الذيب وفر الدمع وفري وزيدك من بنات الفكر وفرى، ذكرتني نقلت الهم بدري تحملت على الاشواك أجره أكف الشوك ويا خطاي وسري أكفه، والنظر صوب المجرة أجامل خاطري واشد كسري، وأقول إن الفرج ياتيك بكرة أكابر منحنى راسي وظهري وحملي محتمل مكسور ظهرة، عزيز النفس ما دنيت قدري حشمت وبت واضع زاد قدرة، وفيت وللوفا دقيت صدري وحي من وفالي ومن تبرى، وحي من وفالي ومن تبرى، يسابقني على الزلات عذري وجنب زلت المخطي بعذرة، ووادع منه وفراقي وهجري لعل الخير بفراقه وهجرة، بنيت بموج ذات الفكر قصري ويشيد بغان مصبيخان قصرة، أجنب من يساوم فيه وشري أزيد السوم والنوماس
يشرى، واذا الداعي دعا شديت وزري لعل فزعتي ينزاح. كون الليل قمره اتاني مع سكون الليل قمره، وسلامتكم واعتذر عن الاطاله.